السياسي السوري السيد محي الدين محمد منضم إلينا من دمشق. أستاذ محي الدين أهلا وسهلا، ويعني في البداية لماذا هذا اللبس؟ لماذا يعلن الأخضر الإبراهيمي أمر ويعود النظام السوري أو الحكومة السورية تقريبا نفت أنها وافقت أو قالت أنها ستعلن قرارها بصدد ذلك غدا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد السيد الأخضر الإبراهيمي قد لمس تجاوب الحكومة السورية مع مبادرته ومع سعيه أيضا في إعلان مثل هذه الهدنة، وقد عبرت الحكومة السورية يوم أمس عن إجراء عملي من خلال إصدار المرسوم الرئاسي الذي يقضي بالعفو العام والذي يستفيد منه الآلاف ممن حملوا السلاح ولم تتلطخ أيديهم بالدماء مباشرة، وهناك أيضا ربما الآلاف الذين سيفرج عنهم تحت سقف هذا المرسوم، وبالتالي فإن الحكومة السورية جادة في يعني دراسة هذه الهدنة وربما إقرارها. وعندما يصرح الإبراهيمي مثل هذا التصريح بالتأكيد هو يستند على الوعود وعلى المؤشرات التي أتت من قبل الحكومة السورية، لكن المشكلة الحقيقية أن الأطراف المسلحة لا تزال حتى الآن لم توافق على هذه الهدنة، واليوم استمعت إلى رئيس أركان ما يسمى بالجيش الحر هو يرفض مثل هذه الهدنة. طيب، وأيضا يعني هل يعني ذلك أن موافقة أو عدم موافقة الحكومة السورية هي مشروطة بموافقة الطرف الآخر، بالتالي يمكن أن تكون تصريحات الأخضر الإبراهيمي تصريحات غير يعني واقعية، أو ربما هي لمست موافقة مبدئية على حسب ما تقولون، ولكن هذا لم يقر بعد انتظارا لرد الفعل من الطرف الآخر؟ لا، أنا أعتقد بأن الحكومة السورية ربما يعني تعلن بأنها ستقتصر على الرد على مصادر النيران في هذه الفترة، بمعنى سيتم وقف العمليات العسكرية، وإذا كان هناك أي خرق من الطرف الآخر فسوف تتعامل مع المستجدات. إجمالا كما أقول، أنا أتمنى بشكل شخصي أن تنجح مثل هذه الهدنة، لأنها على الأقل تشعر الآخرين بأن هنالك قرار سياسي موحد لمن يحملون السلاح على الأرض السورية، وإذا كان هناك قيادة سياسية لهؤلاء بما هناك أمل في أن يكون هنالك أرضية للحوارات مستقبلا. أما أن تبقى المجموعات دون قيادات سياسية وتمارس وفق أهوائها، هذه مشكلة كبيرة. طيب أستاذ محي الدين، يجب أن ننتبه إليها. نعم، بنظرة أكثر عملية يعني أو أبعد قليلا من النوايا، من المفترض أن الرئيس السوري قال أن أي مبادرة سياسية ينبغي أن تشمل وقف الإرهاب وتوقف الدول عن دعم الإرهابيين، هذا كان صراحة في إشارة إلى الجيش الحر وإلى من يدعم الجيش الحر. الموفد الدولي نفسه الأخضر الإبراهيمي قال إنها ليست مبادرة، هي مبادرة شخصية منه لكنها ليست ولا خطة سلام ولا جزء من عملية مطولة ولا أي شيء. هذا يعني أن هذه الشروط لا تزال موضوعة، بالتالي نوع الضمانات التي حصلت عليها الطرف الممثل في الحكومة السورية ربما ليست الضمانات التي بالأساس كانت شرط الرئيس الأسد. ربما، لكن نحن نقول بأن كما قلنا وقف إطلاق النار، وقف العنف، وقف هذه الهجمات المسلحة على المدنيين في المدن وعلى حواجز حفظ النظام وعلى حواجز الجيش من مصلحة سوريا وقفها كما قلنا. وعندما يتم وقف هذه العمليات ربما يخلد الكثير من هؤلاء إلى لغة العقل للتفكير بهذه الحرب العبثية التي يخوضونها تنفيذا يعني أهواء لا تخدم أي مواطن سوري، في الوقت الذي من المفترض أن نسعى جميعا لتبريد الأجواء وبالتالي اللجوء إلى طاولة الحوار وأن نسلك سلوكا سياسيا
يؤدي بنا إلى تحقيق أهداف الشرائح الأوسع من الجماهير السورية والمجتمع السوري. المحلل السياسي السوري أستاذ محي الدين محمد، أشكرك شكرا جزيلا، وسنستطلع وجهة النظر الأخرى الآن إذ ينضم إلينا من القاهرة أستاذ هيثم المالح رئيس جبهة العمل الوطني السوري المعارضة. سيد هيثم أهلا وسهلا. وهو ذات السؤال تقريبا، يعني ما أعلن من قبل الأخضر الإبراهيمي هو أن بعض أطراف المعارضة السورية وافقت على مقترحاته، بعض يعني ليس كل منطقيا، هذا يعني أن ربما المعارضة السورية وربما المعارضة المسلحة إما وافقت أو لم توافق، هل يعني ذلك موافقة المعارضة السورية على مبادرة الإبراهيمي؟ أولا أريد أن أصحح، أنا رئيس مجلس الأمناء الثوري السوري، معذرة، هذه واحدة. الأمر الآخر، يعني نحن لدينا قول معروف مشهور، من جرب المجرب كان عقله مخرب. لندع التاريخ القديم من أيام حافظ الأسد حتى الآن، كيف أن النظام يوقع على كل المعاهدات وكل الاتفاقيات الدولية ثم يعمل بعكسها تماما. نحن لدينا منذ قيام الثورة 6 أشهر دون أن يكون هناك أي سلاح، واعترف بذلك بشار الأسد، ومع ذلك فقدنا 5000 شهيد. بداعي وجود عصابات مسلحة، وبداعي تدخل خارجي، وبداعي كلها أقاويل كذب ليس لها أساس. على كل أحوال، جاءت الجامعة العربية بعد ذلك، بعد أن نشر النظام 3000 دبابة على الأراضي السورية، وبعد أن بدأ يشن حربا شاملة على الشعب السوري، أقدمت الجامعة العربية على مبادرات، آخرها كان البروتوكول العربي، بروتوكول المتضمن 6 نقاط، هي نفس النقاط التي تضمنها مبادرة كوفي عنان. النظام في سوريا قبل هذا البروتوكول، مبادرة الجامعة العربية، ولم ينفذها على أرض الواقع. ثم جاء كوفي عنان فطرح مبادرته المتضمن النقاط. طيب سيد هيثم، إلى ما ترمي بس في النهاية بهذا؟ اسمحي لي أخذ أوصل للنهاية. ثم رفض التنفيذ على أرض الواقع. الآن الأخضر إبراهيمي التقينا به، قال ليس لدي أنا برنامج محدد وليس لدي مبادرة محددة، سأستطع الأوضاع. ذهب فاستطلع فألقى مبادرته الشخصية كما قال بوقف إطلاق النار خلال العيد. هذه لها شروط، الجهات المقاومة على الأرض اشترطت شروط أن لا يحسن النظام مراكزه من خلال هذه المبادرة، لأن النظام السوري الآن في حالة دفاع والثوار على الأرض في حالة هجوم، وبالتالي هو يريد هذه طوق نجاة للنظام من أجل خروج مأزقه. وبالتالي إذا ما هي الآلية المبادرة، مبادرة الجامعة العربية ليس لها آلية بالتطبيق على الأرض، كيف تطبق؟ ما الذي يحدد؟ هل طيب هناك يعني سيد هيثم المالح، هل استشف من كلامكم انك تعتقد انه ليست هناك من مبادره وانها لن تنفذ؟ هل هذا ما افهمه من كلامكم؟ انا اعتقد انها فاشله، المبادره سوف لا تنفذ على الارض، وستكون مبادره فاشله وتلحق بالمبادرات السابقه، لان هذه العصابه الحاكمه التي تحول فيها النظام من نظام حكم إلى عصابة تفكر بمنطق العصابات والمافيات، ليس لديها ما تقدمه للشعب السوري. الآن دمر 60% من سوريا، لدينا 40,000 شهيد، لدينا 80,000 مفقود، لدينا ربع مليون معتقل، لدينا مليونين مهجر. أي مبادرة هذه؟ على ما استند الأخضر الإبراهيمي هو حينما قال إن بعض الأطراف المعارضة وافقت، إما يعني ذلك انقساما بينا بين المعارضة السورية، ما بين موافق على مبادرة أنت تراها فاشلة والبعض الآخر يراها فاشلة، والبعض الآخر يعني أسماء بارزة وأنت منهم، أو أن الرجل لا يقول الحقيقة. أي السيناريوهات ينبغي الاعتماد إذا؟ لا، أنا ما أقوله أنا استنتاجا، أنا قراءتي للملف السوري، أنا رجل من سوريا وأنا خبير في النظام السوري وأنا عايش هذا النظام 50 عام في صراع مستمر معه، لم نجده صادقا حياة كاملة. النظام قام على الكذب والخداع والتلفيق والدجل، من أجل ذلك أنا أقول مبادرات يوقعها ثم يخالفها، فما هي ما هو الحل؟ أين تستطيعين أن تثقي بهذا النظام؟ طيب سيدي الفاضل، المشكلة ليس أنت رجل مسؤول في أطياف المعارضة سيد هيثم المالح، وصححتني في لقبك، أنت أمين مجلس أمناء أو رئيس مجلس أمناء رئيس مجلس الثوري السوري. هذا يعني أن هذا الجانب من المعارضة وهذا جانب مهم وراسخ ومعترف به من المعارضة السورية يرى أن هذه المبادرة فاشلة. مرة أخرى، هل هذه المبادرة إذا كنتم ترونها فاشلة، هل الأخضر الإبراهيمي بالغ في القول أن أطياف المعارضة السورية وبعضها وافق على المبادرة إذن؟
لا أنا ما أقول بالغة، لكن قد لا يكون لا 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 يصيب الهدف. أنا طيب. أعتقد الأفضل إبراهيمي أن احنا قلنا إن شاء الله تنجح المبادرة، لكن قراءتنا للأحداث، قراءتنا للواقع، قراءتنا للنظام السوري، للملف السوري لا تقول بهذا. على طيب. كل إن نحن نتمنى من كل قلبنا أن يقف شلال الدم في سوريا، أن يقف التدمير الهمجي. الأمس قصفوا فرن راح طيب. الناس يأخذوا الخبز، فاختلط الخبز بجزء هيثم المالح. يا نعم. سيدتي أي 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 نظام هذا؟ سيد نعم. سيد هيثم المالح رئيس مجلس أمناء المجلس الثوري السوري، أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر عن التنويه في الخطأ بلقبك.